يسعد صباحكم من جديد مشاهدينا مكملين وإياكم، والحديث عن مبادرات ترفيهية، مبادرات ممكن هي تخدم الثقافة وتخدم الكثير من الجوانب الهامة لمختلف فئة الأطفال والفئات الأخرى. هذه المبادرات أطلقتها مؤسسة تامر والتي كانت في الضفة الغربية وأيضا في قطاع غزة، والعديد من التشاركية في هذه المبادرات من جهات مختلفة. كل هذه المحاور ستكون حاضرة وإيانا مع ضيفتنا صوتا وصورة، المنسقة الميدانية لمؤسسة تامر في طول كرم أنوار المبروك. يسعد صباحك أنوار. صباح الخير هبة، صباح الخير لك ولكل الناس اللي بسمعونا. أهلا وسهلا فيك أنوار. يعني بالبداية لما بنحكي عن مؤسسة تامر التي تتعلق في كل الجوانب الثقافية ولفئة معينة تحديدا، يعني في ظل هذه الأزمة ماذا أخذت على عاتقها من مبادرات، من خطوات أو أنشطة ممكن تتواصل فيها مع هذه الفئة عن بعد؟ تمام. أول شيء هبة، بتمنى إنه الأزمة تمر على خير على الجميع، وبتمنى إنه الكل يكون بخير في ظل هاي الأزمة. بالنسبة لإحنا مؤسسة تامر، إحنا بتعرف إحنا بنشتغل مع الأطفال والمكتبات والمدارس، فإحنا طبعا شغلنا بالعادة بيكون في داخل المكتبات أو المدارس. في ظل هاي الأزمة إحنا وقفنا طبعا الشغل في المكتبات والمدارس وفي المؤسسة، وصرنا نشتغل من البيوت عن بعد. ففي البداية بلشنا إنه نعمل زي اجتماعات ونقاشات ونفكر مع بعض كيف إحنا ممكن نوصل للأطفال بطريقة آمنة وبدون ما إنه نعرض حياتهم للخطر، ونفكر كمان إنه في مش بس في الأطفال، في أمناء المكتبات، ونفكر كمان في الأهالي، وفكرنا كمان بال النفسية تبعت الأطفال والأهالي والعائلات وأمناء المكتبات. يعني إحنا كلنا بنعرف إنه الظرف اللي إحنا بنمر فيه مش سهل، مش سهل علينا كلنا، يعني إحنا والأطفال والأهالي والمكتبات. فإحنا كل الإشي بعين الاعتبار في أثناء تخطيطنا للأنشطة اللي بدنا نشتغل فيها خلال الفترة الجاية. ففكرنا كيف إحنا ممكن نشتغل، وتوجهنا زي كل المؤسسات كيف توجهت للسوشيال ميديا وتحديداً الفيسبوك وصفحة مؤسسة تامر، فصار في عنا الأنشطة انتقلت من المكتبات على أرض الواقع للسوشيال ميديا أو للفيسبوك. تمام. طيب، وبالتالي ترجمة هذه الأفكار اللي تم التفكير فيها والتناقش فيها وبحثها، كيف تم ترجمتها من الواقع إلى الفضاء الإلكتروني؟ أول شيء يعني كمان بدي أحكي هبة إنه إحنا بالنسبة لنا هي فترة أو مرحلة استكشافية عشان نكتشف ونشوف هل هي الأدوات أو الطرق الجديدة رح تكون مبنية نوصل لأكبر عدد من الأطفال، كيف إنه ممكن نوصل كمان أو يكون في، يعني خلينا نحكي الأطفال آمنين بدون ما إننا نعرضهم للخطر. فإحنا قررنا في الأنشطة كنا بنفكر فيها إنها تكون في جانب تفريغي للطفل، يعني رحنا باتجاه الأغاني لأنها هي أقرب للطفل، رحنا باتجاه انه تكون الاغاني يعني هيك بسيطه وحلوه انه الطفل ينجذب لها ويحاول انه هو كمان يطبقها. فاحنا بننشر نشاط عنا الكترونيا على الفيسبوك كل يوم اثنين، وبنستنى 3 4 ايام ليوصلنا المشاركات من الاهالي والاطفال من كل المناطق، عندنا من الضفه وعندنا من غزه وعندنا من 48، وبنستقبل هاي المشاركات من خلال فيديوهات، وبنرجع بنعيد مونتاجها وبنرجع بنعرضها عندنا على صفحتنا على صفحه مؤسسه تامر. فهيك بيكون في عمليه تشاركيه واشراك للجمهور وللاطفال وللمجتمع معنا في الانشطه. نعم، جميل جدا. وممكن أيضا هناك أنشطة تفاعلية أخرى تطرح من خلال منصات التواصل الاجتماعي. أنوار، هل كان في هناك أيضا مبادرات أطلقت من المدارس اللي بالعادة بالأصل أنتم بتتعاونوا معها وبتتشاركوا معها لحتى تقوموا بتنفيذ بعض الأنشطة والفعاليات التي تخص فئة الأطفال، وبالتالي هل أيضا هذا النموذج انطبق حاليا في العالم الإلكتروني وتحديدا في هذه الأزمة على سبيل محافظة الكرم؟
خليني احكي هبه بشكل عام بالاول، انه احنا مش احنا شركائنا في الميدان هم المكتبات المجتمعيه، المدارس، وكمان في عندنا فرق اسمها فرق النخيل اللي هي فرق لليافعين. عندنا حوالي 15 فريق موجودين في الضفه وغزه. هذول الفرق كمان نشتغل معهم على مبادرات مجتمعيه الكترونيه، وزي ما حكيت لك من شوي بنحط عندها تكون امنه ونحافظ على سلامه هذول اليافعين. كمان المكتبات المجتمعية بتشتغل على مبادرات. قبل ما أحكي عن تركرم خليني أحكي إنه بشكل عام موجود في كل الضفة، يعني عندنا في الخليل، في بيت لحم، في جنين، في نابلس، في القدس، في رام الله، وعندنا كمان في غزة. يعني مثلا في عندنا مبادرة أطلقتها مكتب بلح في غزة كان اسمها بسكليت ولنا حياة. هاي الفكرة بتقوم على انه في بسكليت هو زي مكتبة متنقلة، امين المكتبة اخذ على عاتقه انه يطلع في البسكليت هو او فرق الشباب اللي هم فرق النخيل، يطلعوا يوزعوا الكتب على الاطفال مقابل انه يرجع بعد اسبوع ياخذ هاي الكتب منهم. الفكرة تطورت كمان وصار في عنا انه كمان مش بس نوزع كتب، انه نوزع قرطاسية عشان الاطفال يعملوا انشطة في البيت خلال هذا الاسبوع. وكمان في بيت لحم كان في عندنا المكتبة المتنقلة، وكان في عندنا مبادرات أخرى. إذا بدنا نيجي نحكي عن منطقة طول كرم تحديدا، طول كرم إحنا في عندنا مشاريع بنشتغل فيها مع المدارس، في عندنا مشروع كنا نشتغل فيه اسمه التعليم التشاركي، وحاليا في عندنا مشروع اسمه المكتبة كمكان ثالث. في عندنا المبادرات اللي بتطلع، طبعا بتطلع مع المدارس والمكتبات، كل حدا في عنده صفحة خاصة فيه على صفحة الفيسبوك أو على الفيسبوك عفوا، كل حدا عنده صفحة بتواصل فيها أو من خلالها مع الطلاب عنده. في عندنا مدارس بتشتغل على تفعيل الطالبات على القراءة، في مدارس بتشتغل على تفعيل الطالبات أو الطلاب على الكتابة. في مبادرة جميلة جدا طلعت من مدرسة محمود الهمشري وهي كانت معنا في مشروع التعليم التشاركي، كان اسمها في لعبة الكثير. طبعا وهي المعلمة، يعني بقدر احكي لك انه في جعبتها الكثير. طبعا الفكرة بتقوم على انه نشاط ينزل اسبوعيا على صفحة المدرسة بيحكي عن فكرة. فكرة هاي عايشة في قطنة، طبعا اختارت منطقة قطنة لأنه قطنة فيها إصابات في ظل الظروف الحالية اللي احنا بنمر فيها، فقطنة عايشة مع أهلها وما تطلع من البيت، وقطنة بتحتاج ل عفوا فكرة بتحتاج ل مساعدات، انه نعملها صندوق، نعملها أزهار. طبعا هي بتركز على الأشغال الفنية لأنها هي معلمة فنون، يعني اللي طلعت في المبادرة. وكمان ان تتواصل الطلبات، في تفاعل جدا عالي من قبل الاهالي معها في هاي المبادره، واحنا كمان فكرنا انه ممكن نبلور هاي الفكره تبعتها في جعبه الكثير وننقلها وتصير موسعه اكثر في المحافظه، يعني انه تصير معممه على المدارس الاخرى اللي معنا في المشروع بالتعاون مع التربيه والتعليم مع المكتبات المجتمعيه، انها تشمل ممكن كتابه ابداعيه، ممكن تشمل قراءه، ممكن تشمل اشياء كثير. يعني أكيد نشكر كل القائمين على هذه المبادرات وهذه الأنشطة التفاعلية اللي من شأنها أن تعزز الإيجابية في المجتمع في ظل هذه الظروف. شكرا جزيلا دكتور الكريم لمؤسسة تامر أنوار المبروك، شكرا لوجودك اليوم معنا. يعني أكيد